ازيك يا مام؟ النهارده معانا فيديو جديد جامد جدا. فكرة فيديو النهارده عبارة عن اتفرجوا عليا ايموجي جديد. ده الايموجي المفضل عندي عشان ده الايموجي ده شبهي، اللي كان شعره مقصر ما كانش شبهي، ده انا اخترعته من مخيلتي. لما ده شبهي بالضبط. بصوا رأيك حال؟ اكتبوا لي تحت في التعليقات عجبكم مش كده؟ عجبني جدا. والسعر قولولي ايه رأيك؟ حلو؟ لو حلو قولولي، لو مش حلو برضو قولولي، مش هزعل. المهم رأيكوا اهني اجمل ده؟